عصر الاضمحلال الثاني. عصر الاضمحلال الثاني أو ما أطلق عليه علماء المصريات اسم الفترة المصرية الانتقالية الثانية، وهي الفترة ما بين انتهاء عصر الدولة الوسطى وبداية عصر الدولة الحديثة. وهذا العصر عمت فيه الفوضى من جديد، وتدهورت أحوال مصر كثيراً، ويشمل هذا العصر حكم الأسر من الأسرة الثالثة عشر إلى الأسرة السابعة عشر. في هذه الفترة نجح الهكسوس في غزو مصر والسيطرة على شمال مصر، واتخذ الهكسوس عاصمة لهم بمنطقة شرق الدلتا، وأطلقوا عليها اسم أورايس. لكن الجنوب لم يكن تحت سيطرتهم، حكم مصر الملوك الرعاة، وعانى المصريون القدماء من الاستعباد والظلم على يد الهكسوس، ولم يقم المصريون القدماء بتسميتهم فراعنة، بل كانوا يطلقون على الحاكم منهم لقب ملك وليس لقب فرعون، لأنهم حكام غير مصريين. من هم الهكسوس؟ هم قبائل بدوية وفدت إلى مصر من قارة آسيا عن طريق دولة فلسطين، وقد أطلق عليهم المصريون اسم الملوك الرعاة، وذلك لأنهم احتلوا البلاد دون وجه حق. استطاع الهكسوس غزو مصر، وذلك لعدة عوامل، وهي وفود الهكسوس إلى مصر بأعداد كبيرة، تفوق الهكسوس حربياً، حيث استخدم الهكسوس الأسلحة الحديثة مثل العجلات الحربية والتي لم يكن يعرفها المصريون من قبل، وكانت أول معرفتهم بها في المعركة بينهم وبين الهكسوس. انتشار الفوضى وضعف البلاد في ذلك الوقت، فلقد عاشت مصر فترة من الاضطرابات نظراً للخلافات بين حكامها ونزاعهم على الحكم، وكان هذا من أهم الأسباب التي أدت لاحتلال الهكسوس لمصر. طرد الهكسوس من مصر. كان الملك سقنن رع والد أحمس هو أول من حارب الهكسوس، حيث أعد جيشه وطوره وبدأ باستخدام العجلات الحربية التي كانت سبب تفوق الهكسوس عليهم. ولكن ملك الهكسوس علم بخطته فأرسل إليه يقول: إن أفراس النهر في طيبة تقلق منامه في أورايس، وكان هذا بمثابة توعد لسقنن رع. غضب الملك سقنن رع وجمع أمراء طيبة في صعيد مصر لمحاربة ملك الهكسوس، لكنه قتل في المعركة، فدفعت الأم بابنها الأكبر كامس لاستكمال الحرب معهم. وقد نجح كامس في طرد الهكسوس من الصعيد، إلا أنه قتل أيضاً، فدفعت الأم بابنها أحمس ليستكمل مسيرة أبيه وأخيه رغم صغر سنه. حاول الملك الصغير تجنب الأخطاء الذي وقع فيها الأب والأخ الأكبر، وقام بتطوير العجلات الحربية بحيث تكون أخف في الوزن وأسرع في الحركة، وطور أحمس من أسلحة جيشه. كان الشعب المصري القديم على أتم الاستعداد في تقديم كل ما هو غال ونفيس من أجل تخليص مصرهم الحبيبة الحديثة. بعد أن قام الملك أحمس الأول بالقضاء على الهكسوس وطردهم خارج حدود مصر الشرقية، عم الأمن والاستقرار أركان البلاد، وأدركت مصر مدى أهمية القوة العسكرية لحماية البلاد. فقد كان المصريون القدماء في السابق يحرصون على ازدهار حضارة بلدهم، ولم يطرأ لأذهانهم ضرورة إنشاء جيش لحماية البلاد، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مصر لغزو من قبل عدو غريب عنها. ومن هنا تعلم المصريون كيف أن الدفاع عن البلاد ضد الغزاة والمعتدين لا يقل أهمية عن تطوير بلادهم، فتم إعداد جيش قوي لإنشاء إمبراطورية عظيمة امتدت من نهر الفرات شرقاً إلى الشلال الرابع على نهر النيل جنوباً، لتصبح بذلك أول قوة عظمى في تاريخ البشرية، وأصبحت بذلك أقدم إمبراطورية في التاريخ. أهم ملوك وملكات عصر الدولة الحديثة. بالحديث عن أهم ملوك وملكات مصر في العصر الحديث، فإن ملوك وملكات الأسرة الثامنة عشرة قد نالوا نصيباً عالياً من المجد والشهرة،
في مجالات عدة مثل مجالات الحرب والسياسة والحضارة والثقافة والدين. الملك أحمس الأول طارد الهكسوس وبطل التحرير، الملك أمنحوتب الأول العادل الذي وضع المعايير العادلة للأجور والحوافز، الملك تحتمس الأول الملك المحارب الذي قام بتوسيع حدود مصر شمالاً وجنوباً وعمل على نشر التعليم، كما توسع في صناعة التعدين وفتح المناجم. الملك تحتمس الثاني حتشبسوت أقوى ملكات مصر. الملك تحتمس الثالث الإمبراطور صاحب العبقرية العسكرية الفذة وأول فاتح عظيم في تاريخ العالم. الملك تحتمس الرابع الدبلوماسي الذي كان أول من اهتم بتدوين وتسجيل المعاهدات الدولية. الملك أمنحوتب الثالث وهو يعتبر أغنى ملك في العالم القديم وأول من أقام تشييد المدارس وأطلق عليها اسم بيوت الحياة لكي ينشر التعليم والفنون التشكيلية والتطبيقية. أمنحوتب الرابع أو أخيناتون أول من دعا لتوحيد الآلهة في إله واحد. توت عنخ آمون رمسيس الأول رمسيس الثاني. الحديث عن ملوك وملكات العصر الحديث يحوي الكثير من التفاصيل والأسرار، بالأخص ملوك وملكات الأسرة الثامنة عشرة، فالبعض منهم من قدم لمصر العديد من الإنجازات وشكل نهضة حضارية غير مسبوقة، وبعضهم قلب موازين الأمور رأساً على عقب ليفسح المجال لأفكار جديدة وأنماط جديدة تضاف للحضارة الفرعونية، والبعض الآخر قد خالف كل التوقعات وأثبت جدارة بلقب الفرعون وحفر اسمه بحروف من نور في تاريخ أعظم الحضارات. ولا يمكننا المرور بالعصر الحديث دون تناول قصة الملكة حتشبسوت أعظم ملكات مصر والعالم. الملكة حتشبسوت. الملكة حتشبسوت هي ابنة الملك تحتمس الأول، وهي الملكة الخامسة ضمن تسلسل ملوك الأسرة الثامنة عشرة، وتعد إحدى أهم وأشهر ملكات مصر وأكثرهن إثارة للجدل على مر التاريخ، خاصة بعدما نجحت في أن تحكم مصر بقوة لأكثر من 20 عاماً. قدمت خلالها الكثير من الإنجازات، ولعل أبرز هذه الإنجازات هو معبد حتشبسوت الشهير الموجود بالقرب من معبد الدير البحري الخاص بالملك منتحتب الثاني بمدينة الأقصر. تزوج الملك تحتمس الأول من الملكة أحمس. يعتقد أنها ربما تكون ابنة الملك أحمس الأول، وأنجب حتشبسوت والتي هي الابنة الشرعية للملك، وفي نفس الوقت أنجب الملك ابنه تحتمس الثاني من زوجته الثانية. تزوجت حتشبسوت من أخيها غير الشقيق الملك تحتمس الثاني، فأصبحت الوصية على عرش مصر والحاكمة الفعلية للبلاد، وحكمت لعدة سنوات نيابة عن ابن زوجها تحتمس الثالث الذي كان صغيراً عندما نصب ملكاً على العرش. كانت التقاليد في مصر القديمة تمنع المرأة من أن تصبح ملكاً، فلم يسبق لمصر أن يحكمها إلا الرجال، إلا أنها كسرت هذه القاعدة باعتبارها ابنة الفرعون وزوجة لفرعون آخر، وبذلك فإنها ذات دم ملكي نقي، وفرضت نفسها ملكاً لمصر رغم جهود الكهنة لمنع توليها الحكم. توفي زوجها الملك تحتمس الثاني، ثم حكمت مصر كوصية على الملك الصغير تحتمس الثالث في البداية، ثم حكمت مصر كملكة وابنة للإله آمون. عملت الملكة حتشبسوت جاهدة على أن تحتفظ بهوية الفرعون الذي اعتاده الناس، فقد ارتدت ملابس الرجال وارتدت لحية مستعارة كما هو الحال في من سبقها من الفراعنة، بالإضافة لحرصها على لياقتها البدنية وإتقانها فنون القتال. وتظهر بعض تماثيل الملكة حتشبسوت بجسد تبرز فيه العضلات ولحية مستعارة.
تم العثور على مومياء الملكة حتشبسوت عام 1903 بوادي الملوك في الأقصر. إنجازات الملكة حتشبسوت. اتسمت فترة حكم حتشبسوت بالرفاهية والسلام، وتميز عهدها بنشاط البناء وقوة جيشها والرحلات البحرية التي أرسلتها للتجارة مع البلاد المجاورة. ازدهرت مصر في حكم حتشبسوت ازدهاراً عظيماً، فقد أعادت فتح المناجم والمحاجر التي أهملت لفترات طويلة، وبالأخص مناجم النحاس في شبه جزيرة سيناء، فقد توقف العمل في تلك المناجم أثناء حكم الهكسوس لمصر، وحتى بعد طرد الهكسوس ظلت هذه المناجم مهملة. ساعدت الملكة حتشبسوت على تنشيط حركة التجارة مع الدول المجاورة لمصر، فقد تدهورت التجارة في مصر خصوصاً في عهد الملك تحتمس الثاني، وأعادت استخدام قناة كانت تربط بين النيل عند نهاية الدلتا وبين البحر الأحمر، حيث قامت بتنظيف هذه القناة بعد أن تم حفرها من قبل المصريين أيام الدولة الوسطى، مما ساعدها على تسيير أسطول مصر البحري بالقناة ليخرج إلى خليج السويس وبعدها إلى مياه البحر الأحمر. كما أمرت الملكة حتشبسوت ببناء منشآت عدة بمعبد الكرانك، بالإضافة لإنشاء معبدها في الدير البحري بالأقصر. اهتمت الملكة حتشبسوت بالأسطول التجاري المصري، فقامت بإنشاء السفن الكبيرة لاستخدامها في بعثات التبادل التجاري مع الدول الأخرى، كما استغلتها في النقل الداخلي لكي تتمكن من نقل المسلات، حيث أمرت بإضافتها إلى معبد الكرانك تمجيداً للإله آمون. وبما أن عهدها كان يتسم بالرفاهية والسلام، فقد زاد الإقبال على مواد ترفيهية أحضرت إلى مصر عن طريق الأساطير التجارية من البلاد المجاورة، مثل العطور والبخور والتوابل والأشجار والنباتات الاستوائية وأنواع مختلفة من الحيوانات المفترسة والجلود. اهتمت حتشبسوت بإرسال البعثات للبلاد المجاورة للحرص على توطيد العلاقات التجارية والاستفادة من الحضارات الأخرى، ومن أشهر هذه البعثات هي بعثة المحيط الأطلسي التي أرسلت فيها الملكة حتشبسوت أسطولاً كبيراً إلى المحيط الأطلسي، ومن ثم ازدهرت التجارة مع المحيط الأطلسي، مما ساعد في استيراد بعض أنواع السمك النادر. بعثة بلاد بونت. قامت الملكة حتشبسوت بإرسال بعثة تجارية على متن كبرى السفن إلى بلاد بونت، الصومال حالياً وجنوب اليمن، والتي كانت محملة بالبضائع المصرية والهدايا مثل الكتان والبردي، واستقبل ملك بونت البعثة استقبالاً حافلاً. ثم عادت هذه السفن وهي محملة بكميات كبيرة من الأخشاب والعاج والأحجار الكريمة والأبنوس والبخور، بالإضافة إلى الحيوانات المفترسة والجلود. وحرصت الملكة حتشبسوت بنقش أخبار تلك البعثة على جدران معبد الدير البحري على الضفة الغربية من النيل بالأقصر، ولا تزال الألوان التي تزين رسومات هذا المعبد زاهية ومحتفظة بجمالها ورونقها إلى حد كبير. بعثة أسوان. تم العثور على نقوش على جدران معبد الدير البحري تصف بعثة حتشبسوت إلى محاجر الجرانيت عند أسوان لجلب الأحجار الضخمة للمباني والمنشآت، وقامت بإنشاء مسلتين عظيمتين من الجرانيت بأسوان تعظيماً للإله آمون، حيث يبلغ كل منهما نحو 35 طناً، وقد تم نقل المسلتين على سفن في النيل إلى طيبة، واستقرت المسلتان في مكانهما بمعبد الكرانك في الأقصر، ولكن في عام 1879 أثناء الحملة الفرنسية على مصر أمر نابليون بنقل إحدى المسلتين إلى العاصمة في فرنسا، وهي موجودة الآن بميدان الكونكورد في العاصمة الفرنسية باريس. الحضارة الفرعونية مليئة بالأسرار، وقد حير المؤرخون والمهندسون قدرة المصريين القدماء على نقل تلك المسلتين من أسوان إلى الأقصر، فعملية تحميل مسلتين بهذا الوزن على سفن تسري في النيل،
ثم يتعين عليهم إنزال المسلتين إلى البر، ثم نقلهما على الأرض، حيث مكان تشييدهما ليست بالعملية السهلة على الإطلاق. وما يفوق ذلك أيضاً هو تشييد المسلتان في المكان المختار لهما بهذه الدقة أمام الصرح الذي شيدته حتشبسوت في معبد الكرانك على بعد أمتار قليلة من الصرح. ولا يزال المهندسون حتى الآن يضعون النظريات لمعرفة الطريقة التي اتبعها المهندس المصري القديم للقيام بمثل هذا العمل الجبار. أصدرت الملكة حتشبسوت أوامر بإنشاء مسلة تعد أكبر مسلة في تاريخ البشرية، وهي مكونة من قطعة واحدة من الحجر تزن فوق 1000 طن تقريباً، ليتم وضعها بمعبد الكرانك. إلا أن المهندسين المصريين القدماء قاموا بتركها بعدما اكتشفوا شرخاً بها والذي يفسد استخدامها. وحالياً يأتي السياح من جميع أنحاء العالم لمشاهدة أعجوبة تلك المسلة غير كاملة التجهيز في محجر أسوان، ويتساءلون في دهشة كيف أراد المصريون القدماء نقل مثل هذه المسلة العملاقة إلى معبد الكرانك. وقد وصف أحد علماء المصريات الألمان طرق تقطيع الحجر عند المصريين القدماء بأنهم كانوا يتعاملون مع الحجر كما لو كان زبداً، وبالفعل يمكن مشاهدة ذلك في محجر أسوان، وتعرف الآن باسم المسلة الناقصة.